كربلاء تدعو البشر من كل الأديان، ها هنا تربة شفاء الكل الأبدان، ها هنا تربة شفاء الكل الأبدان. حافظ حافظ هلا، ها هنا تربة كل مرض مستعصبين احتار الإنسان. من باب التذكير إن شاء الله الليلة القادمة هي ليلة استشهاد، ليلة استشهاد مولانا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى عادة هذه الحسينية العامرة المباركة، جعلها الله عادة لا تنقطع، والله يديم علينا وعليهم هذه النعمة وهذا الخير والبركة. المؤمنون في هذه الحسينية العامرة إن شاء الله الليلة القادمة يقيمون مجلسا يعزون فيه رسول الله وآله الكرام بمصيبة مولانا لسان الله الناطق أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكما هي العادة الجارية الكل مدعو على سفرة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مكررا هذه السفر اعتقاد، اعتقد يا مؤمن، اعتقد اعتقاد جازم، هذه السفر سفر الدواء، سفر الشفاء والعافية، سفر الخير والبركة. الله يرحمه، هذا مكان حجي أبو محمود الله رحمة الله عليه، بهالمكان وأنا قاعد يمه يسولف لي، ما يخالف خل أسولف لك هالسالفة جدا. هذا الرجل والله يحفظ الحج، الحج أبو فهد هم من أساتذتنا بقية المؤمنين ذولا رحمة الله على من مضى منهم وأيد الله وحفظ من بقي، ذولا مفخرة مفخرة لأنهم رأوا بأعينهم بعض كرامات أهل العصمة صلوات الله وسلامه على المجمعين وعظماتهم. يقول قبل سنين ما كان أكو حسينية اسمها حسينية آل محمد، كان عندنا بيت نطبخ فيه يوم العاشر من المحرم، يوم عاشر من المحرم نطبخ فيه بركة ونوزع على المؤمنين بمقدار، يعني شلون هذا المقدار ما بمقدار ما ما نتمكن، بمقدار ما ييسر لنا الله سبحانه وتعالى. جار البيت كان رجل من الهندوس، رجل من الهندوس، يقول سنة من السنوات أحد رجالاتي ما أدري قال والدي عمي خالي ما أدري إن شاء الله كلهم خير وبركة، لفت انتباه هذا الرجل الهندوسي بعد ما نجبوا البركة للمؤمنين. هذا الهندوسي طلع عقب ما وزعوا البركة قام يلم هذا الانثار اللي طايح في الأرض، يلم. يقول الحج التفت له قال له ليش تلم هذا من الأرض، احنا من راس مرفوع نشيل لك بركة نعطيك كثرة تريد أكل نعطيك، قال لا أنا ما أريد، لو أريد كان جيت، أنا ما أريد إلا هذا النفاق هذا اللي يتساقط منكم في الأرض، أنتوا هذا ما تعرف من قيمته. قلت شلون ما نعرف قيمته، قال أنا هذا حالي كل سنة، أنا جاركم من سنين، هذا حالي في كل عام أجي يوم العاشر بعد ما ينفض المجلس أجمع هذا النفاق أشر فوق السطح انتظر حتى ييبس، اذا ييبس طحنته، اي واحد يريد يروح للهند اعطيه، اعطيه هذا المطحون، يقول له وديه الاهل في الهند، من سنه الى سنه هذا يروح الى الهند، كل مريض كل عليل كل واحد عنده امر معين كل واحد عنده شيء متعسر اللي ما تحمل اللي ما ادري شنو تاكل من هذا. والآن منذ أن جاورت الحسينية إلى هاليوم ما أدري كم سنة، قال 15 سنة 10 سنوات،
في حياتنا قريتنا ولا واحد يمرض يروح للطبيب. اللي يمرض ياكل منها. هذا مقرون باسم الحسين، هذا مقرون باسم سيد الشهداء. ما دام اقترن باسم سيد الشهداء، انت شو تخاطب سيد الشهداء؟ شو تخاطبه؟ ليلة الجمعة ترى قليل منكم يلتفت، ليلة الجمعة في دعائكم وين شو تخاطب الحسين؟ قل له يا من اسمه دواء وذكره شفاء. الحسين اسمه دواء، اسم الحسين دواء لكل علم وشفاء من كل مرض. وهذا حفيده إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وبأبيه وأمي وروحي فداه. ما يخالف مولانا يا أبا عبد الله، طلعنا عن محل الكلام، لكن ذكرك وذكر جد هذا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما كان يفتر عن ذكر أبي عبد الله الحسين ولا ساعة.